المملكة العربية السعودية بتسخن، مش هتنزل بديل، لا بتستعد لإنشاء الأوبرا السعودية. السداد دي من أجل السداد دي السعودية عملت معهد موسيقي ودورات تدريبية مكثفة للسعوديين عشان نعمل الأوبرا بقى، عشان يعرفوا يعزفوا موسيقى. الموسيقار محمود سرور يفتتح أول معهد موسيقي في الرياض ويستعد لتدريب 50 عازف كمانجا ليصبحوا النواة الرئيسة لأول فرقة أوركسترا سعودية. تعال نشوف جميعا مع بعض لحظة تاريخية نادرة دي عشان نحلف إن إحنا حضرناها جميعا. أستاذ محمود حبيبي. الحمد لله على السلامة في السعودية. الله يحييك. الله يبارك. أهل السعودية هم أهلي، هم أصحاب فضل عليا يعني. النهاردة بحاول أرد الجميل بأن أنا أفتتح عندهم أول معهد لتعليم الكمان والموسيقى في الرياض، ودي حاجة بالنسبة لي يعني حاجة شيء كبير جدا. بدعو الله عز وجل أنه ربنا يكرمني ويوفقني وأقدر أن أنا أحقق رسالتي اللي هي ناس كتير متعرفاش. عندنا دار الأوبرا السعودية حسب توجيهات سمو سيد ولي العهد، بننشئ دار أوبرا السعودية. أنا بحب أقدم لهم هديتي ليهم، هيبقى يكون إن شاء الله 50 عازف كمانجا يكونوا النواة الرئيسية لفرقة دار الأوبرا السعودية إن شاء الله. مش عارف استاذ محمود سرور اخو سمير سرور بتاع عاشق السكس ولا غير عاشق السكس، كان ليه شرايط كده استاذ سمير سرور، بيقولوا لي سمير سرور انما ده محمود سرور. الملفت في النظر ان واحد من هؤلاء المتدربين اللي السعوديه بتجهزهم كرعيل اول لمهرجان الموسيقى هو واحد من الناس اللي بيدعو للتطبيع من قلب السعوديه. ده واحد من الشباب دول اللي هو عارفينه شاب شهير جدا بقلب صهيوني، شاب اللي هو بيحب إسرائيل بشكل عنيف جدا، عارفينه انتو، مشهور قوي الشاب المطبع ده، واللي تصور في الحفل الكبير والصور دي اللي حضراتكم شايفينها هو من الرعيل الأول للتطبيع. الشاب ده بيغني أغاني، هو بيدرب محمود سرور 50 واحد، وده واحد منهم شاب مطبع. الشاب ده بدأ يدرب نفسه قبل ما يوصل محمود سرور، بيغني أغاني صهيونية وبيشغل أغاني عبرية وبيدعو من السعودية للبزرميط مع الصهاينة بالعبري. من إيرت السعودية لروش ممشلا بنيامين نتنياهو تدا لخا روش ممشلا أنحن ياد بيادة كلانو ياخد وتدا على هكول ونحن أهبيم إسرائيل مئود ואני רואה השלום מאוד קרוב ואני רוצה לראה אותך בסעודיה קרוב וקרוב. תודה לך. אני רוצה לדבר לכל ישראלים, תודה לכם, אנחנו אוהבים השלום כמו אתם ושבת من ארץ السعودية. عيا مجتهد جدا ولد، مجتهد جدا جدا وبيصارع الزمن. يلا بقى يلا بقى اسمع قال ايه تاني عن الصهاينة من قلب ارض الحرمين. ارتش السعودية لارتش اسرائيل شلوم، نحن رتسيم هالشلوم عم هاسرائيل بإزرات هشام، اني مأمين هالشلوم مئود كروف. اني دبير عم خبري عم خبريم من اسرائيل من كل العالم، هم أهوفيم هالشلوم وهم رتسيم هالشلوم مئود. تسلخوا لي هالصفة شلي لو توفا، واني رتسي لدفير بعبريت واني أهيب عبريت، اني للمود عبريت بعتسمي وعزرات هالشيم. اني رتسي لنتساع لتل أبيب، ואני רוצה לראה ירושלים ואני מאמן אמן ואמן. תודה לכם ושבת שלום. الواد ابن لذينة مش سايب حاجة. أمين أمين قدس وسبت مبارك. بمناسبة التطبيع، النهاردة صحيفة جيروزاليم بوست الصهيونية نشرت دعوة، دعا يدعو فهي دعوة، من رئيس هيئة الطيارين الإسرائيليين لمحمد بن سلمان
لحضور مؤتمر في تل أبيب في مايو المقبل. دعوة أن التغييرات التي تحدث في العالم العربي والشرق الأوسط تخلق آفاقا للأمل والنصر. أمل ماتت والنصر بقى قوس. في المستقبل القريب سوف تمر الطائرات السعودية فوق القدس في طريقها لندن، وستحلق الطائرات الصهيونية داخل مجال الجو السعودي في طريقها للشرق الأقصى. في بلدينا هناك أماكن إسلامية مقدسة ونتحدث العربية، وجميع طائراتنا من نفس البلد الولايات المتحدة. وكثيرا ما نتقابل وجها لوجه في المؤامرات في المؤتمرات، بس هي المؤامرات أوقع، أو المناورات المشتركة. وفي كل مرة نكتشف من جديد إحنا كصهاينة مع سعوديين أننا جميعا مجرد أناس عاديين ولطفاء، فعلا نبتسم لبعضنا البعض أكيد ونتصافح، ولا نخشى تبادل آرائنا السياسية وأملنا في مستقبل أفضل. ده رئيس الطيارين الصهاينة. صاحب السمو الملكي ولي العهد، لقد حان الوقت لإحداث تغيير لقيادة التحول. نحن نستخدم نفس المصطلحات المهنية ونواجه تحديات مشتركة، وقمرة القيادة هي مكان خالي نسبيا من ضوضاء السياسة. يا عيني، تبنى الجسور في العالم عادة من الحديد والخرسانة. أمامنا الآن فرصة لبناء جسر مصنوع من الشجاعة والرؤية، أقوى من هاتين المادتين. يفتح ألف عضو إسرائيلي من جمعية الطيارين الصهاينة أبوابهم إلى زملائهم الطيارين السعوديين، ويقف مراقب الملاحة الجوية الصهاينة لدينا على أهبة الاستعداد في البرج في تل أبيب على من حكى تصريحا بالهبوط، وسنكون هناك على المدرج للترحيب بكم عند هبوطكم. مع وافر احترامي كابتن ميدان بار، رئيس جمعية طيار الخطوط الجوية الصهيونية. أعتقد الدمعة كلنا هتفر من عينينا وإحنا شايفين الطيار رئيس جمعية الطيارين الصهاينة وهو بيرسم يعني ملامح الصورة المشرقة للحظة التاريخية المرتقبة. دي صورة الطيار الصهيوني رئيس الجمعية صاحب الدعوة، واللي قال الكلام الجميل والشاعري واللي مس شغاف قلوبنا كلنا. ملخص ما جاء في الدعوة الصهيونية لابن سلمان انتظارا للحظة التاريخية. دعوة رسمية لابن سلمان لحضور أهم مؤتمر للطيران في إسرائيل. رئيس رابطة الطيارين الإسرائيليين يوجه دعوة رسمية إلى محمد بن سلمان لحضور مؤتمر الطيران الأهم في تل أبيب في مايو المقبل. رئيس الرابطة قال في رسالة نقلتها صحيفة جورلازيم بوست أن عمره مثل عمر ولي العهد، وأن المنطقة تشهد تغيرات تبشر بمستقبل يسود فيه التعاون. الطيار الصهيوني أكد أنه في المستقبل القريب سيسافر الطيارون السعوديون فوق القدس، وستدخل الطائرات الإسرائيلية المجال الجوي السعودي في رحلتها نحو الشرق الأقصى، وأن هناك الكثير من الأمور المشتركة بين إسرائيل والسعودية. العربية لغة مشتركة، والأماكن المقدسة موجودة في البلدين، وطائرتنا مصنوعة في نفس البلد أمريكا. وفي المناورات حيث نلتقي نكتشف دائما أننا نشبه بعضنا البعض، والبلدان حليفان للولايات المتحدة ويتشاركان في القلق إزاء النفوذ الإيراني في المنطقة. بيان صادر باللغة العربية عن مكتب نتنياهو أكد أن مستشار رئيس الحكومة الصهيونية زار الهند على متن رحلة مباشرة لطيران الهند حلقت بالفعل فوق الأراضي السعودية.